بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على نبينا الكريم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا الصلاة والصيام والقيام ويجعلنا من الراشدين نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفي جميع مرضى المسلمين ونسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا من الذين ينظرون الى وجهه العظيم ويجلسون مع نبيه الكريم في الجنه النعيم ونسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا من المعتوقين من النار في هذا الشهر العظيم. اردت ان اتكلم اليوم عن كذب رقاة الخرافه والدجل. رقاة الخرافه يكذبون على المرضى المساكين. تجد الراقي المخرف يذهب الى مريض يعالجه من اجل اخراج الشيطان الجني المتسلط عليه الذي يسرعه الذي يراه في المنام الذي يسمع صوته الذي ممكن يجالس بجواره الذي يحس به يلمسه فيذهب اليه راقي الخرافه فيبدأ يحاور في ذلك الشيطان الجني وذلك الشيطان الجني يبدأ يسب وقبل أن يحاوره يستعمل معه أمور حتى يجعله يحاور لا يقرأ عليه القرآن من أجل طرده فالسنة المطهرة أنك إن وجدت مجنونا أو مصروعا هو أن تجعل ذلك المريض يفيق تجعله في تلك الجلسة وفي تلك اللحظة يرجع إلى عقله ويرجع إلى رشده كما كان يفعل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وكما كان يفعل ابن تيمية رحمة الله عليه وكما فعل ابن باز رحمة الله عليه كانوا يأتونهم بالمصروع أو يأتونهم بالمجنون فيكررون عليه الفاتحة يقرؤون عليه القرآن الكريم ويكررون عليه آية الكرسي والقرآن والسلف كانوا يؤذنون في أذن المصروع كما جاء في مسند أبي عوانة فيفيق فالأصل أصل أن الراقي الشرعي لما يأتونه برجل مكبل بالسلاسل ومقيد بالسلاسل والحبال مجنون يعني ممزق الثياب تجده يسب يكفر بالله تجده يبزق تجده يشتم سواء كانت امراه او رجل الاصل في هذا ان هذا الراقي المطلوب عليه امام الشرع وامام حديث النبي صلى الله عليه واله وسلم انه يقدم الخير ويقدم النفع للمريض كيف ذلك؟ يقدم له النفع انه يقرا عليه القران مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومثل ما فعل الصحابة ومثل ما فعل العلماء حتى يفيق حتى يفطن يعني حتى يرجع إلى رشده وإلى وعيه وإلى عقله يعني يخرج من عند المريض وقد أفاق بماذا يكون يكون بجعل الشيطان اللعين إذا كان داخل الجسد يخرج نحن لا ندري ولا نعلم لقد الخرافة يكذبون على الناس يقولون لهم قد خرج هل رأيته تكذب والله العظيم تكذب. النبي صلى الله عليه واله وسلم عنده خصوصيات يعلم بانه داخل الجسد ام خارج الجسد. يعلم بانه خرج ام لم يخرج. لما ضرب صدر عبد الله بن عمرو بن العاص وقال له اخرج من صدره فخرج الشيطان. هذا نبي، هذا رسول صلى الله عليه واله وسلم يرى الجن ويرى الشيطان اللعين حيث جاءه الشيطان في الصلاه وهو يصلي. وذلك الشيطان اراد ان يحرق وجه النبي صلى الله عليه وسلم بشهاب من نار فتقدم ومد يده، الصحابه رأوا ذلك فسألوه فالصحابه لم يروا ذلك العفريت ولم يروا ذلك الشيطان الذي جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم واراد ان يحرق وجهه الشريف، لكن النبي رآه فالنبي صلى الله عليه وسلم لما يقول له اخرج يخرج لانه نبي عليه الصلاه والسلام ويعلم بانه خرج ام لم يخرج فهذه خاصيات وميزات عند النبي صلى الله عليه واله وسلم اما راق الخرافه كيف يعرف بانه خرج يقول له اخرج كيف عرف بانه خرج يقول قد افاق المريض وهل انتم فعلا تجعلون المريض يفيق انتم بالعكس ياتيكم المريض في وعيه التام ياتيكم يمشي على رجليه يأتيكم يضحك ويبتسم يأتيكم يتكلم فتتعمدون إدخاله في السرع وتتعمدون إدخاله في الإغماء وتتعمدون تحذر الشيطان أنتم تبدأون في استفزاز الشيطان بكلمات شركيات وبخرافات وبكلمات لا معنى لها وبمنادات وبدعاء وباستغاث تنادونه بأحرف النداء يا أيها آه تنادونه باحرف الاستغاثه وتدعونه في جلسه الرقية اذا يحضر. والشيطان اصلا قد لا يكون اصلا موجود في جسد المريض عندما يدخل المريض على الراقي المخرف. فالراقي المخرف يتعمد احضار الشيطان، لماذا يتعمد احضار الشيطان؟ من اجل دنيا من اجل ظهور من اجل شهره من اجل اموال من اجل ان يدخل الرعب والخوف والهلع. من أجل أن يشار إليه بالبنان من أجل أن يقال بأنه راقي يحاور ويحادث ويتحكم ويتسلط ويضرب ويضعف الشيطان هذه النوايا الخبيثة التي عند رقاة الخرافة والدجل الذين يلعبون بالمرضى المساكين للأسف الشديد وأبعدوهم عن الحلاج الحقيقي ألا وهو قراءة القرآن الكريم والأذكار والأدعية للأسف الشديد فقلت الأصل أن المريض يأتي مصروع مجنون فينفعه الراقي ويعالجه فيخرج من عند الراقي ماذا؟ قد أفاق يخرج وقد رجع إليه وعيه فانظروا أنتم إلى نقاط الخرافة والدجل انظروا إلى ربيع نعيم وحامل المسك والغريب الموصلي وبن حليم التونسي وأشرب الحياني وعبد العالي بالحبيب واحمد نافع ورقات الخرافه والخرافه والقائمه الطويله ولا تزول هم ياتيهم المريض في وعيه التام فيدخلونه في الصرع يساعدون الشيطان في صرعه لماذا؟ من اجل تسجيل البث من اجل تسجيل جلسه الرقيه من اجل العمل في قنوات اليوتيوب من أجل كثرة المتابعات والمشاركات واللايكات كما يقال والمشجعين والمسفقين والراقصين والراقصات هذا هو الأصل في رقيتهم فيستعملون تلك الأمور لماذا؟ لأن الأصل في طرد الشيطان ليس هي الاستغاثة ومناداة الشيطان والاستعانة بالشيطان واستخدام الشيطان والكلام والحوار مع الشيطان الأصل في طرد الشيطان قد بيّنه الشرع بيّنه من؟ بينه الله سبحانه وتعالى في القران الكريم. ماذا قال؟ وان نزغك نزغ كنزغ من الشيطان فاستعذ بالله انه السميع العليم فالاستعاذه تطرده. قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس. الخناس يعني الذي يختفي ويخنس ويصغر ويذل ويحتقر بالاستعاذه. النبي صلى الله عليه واله وسلم قال اذا سمعتم نهاق الحمير او نباح الكلاب فاستعيذوا بالله من الشيطان فانه راى الشيطان فالاستعاذه والاذان كما جاء في صحيح مسلم وقراءه ايه الكرسي وقراءة البقره والمعوذتان فالقران يطرده فالقران يسعقه فالقران يذله فالقران يصغره يجعله صغير حقير دليل لكنهم لا يقرؤون القران وبالخصوص هذه الايات دائما اكرر لكم لا يقرؤون ايه الكرسي ولا المعوذتان ولا الآذان ولا يقرأون أواخر سورة البقرة ولا يقرؤون سورة البقرة لأن هذه الآيات وهذه الكلمات القرآنية هي التي تجعل الشيطان يترك المريض ويفيق ويرجع إلي وعيه وعقله وهم لا يريدون من المريض أن يرجع إلي وعيه وعقله قلت فراق الخرافه والدجل بعدما يبدا يحاور الشيطان فيبدا ذلك الشيطان اللعين لا اعرف اين هو اصلا الشيطان هو غائب كما قال الشيخ فوزان حفظه الله الشيطان عندما تكلمه هو اصلا غائب حتى ولو كلمك في تلك اللحظه هل عندك دليل السؤال المطروح هل عندك دليل ان الشيطان الان يكلمك بلسان المريض هل عندك دليل أن الشيطان يكلمك من داخل جسد المريض؟ هل عندك دليل بأن الشيطان يكلمك في هذه اللحظة من خارج جسد المريض؟ فلو نحن رجعنا إلى العلماء في تعريف المس ما هو المس؟ المس هو الشيطان يتحكم في جسد الإنسان منين؟ إما من داخل الجسد وإما من خارج الجسد وإما مرة من داخل الجسد ومرة من خارج الجسد هل أنت في هذه اللحظة وأنت جالس مع المريض تستطيع أن تؤكد لنا بأن الشيطان الآن في هذه اللحظة موجود داخل الجسد أو خارج الجسد لا تستطيع لا تستطيع لا يوجد أدلة لا يوجد أدلة أنت تقول قد يفيق إذا أفاق ورجع إلى وعيه السؤال الأخر هل فعلاً الذي يكلمك الآن المريض وفعلا رجع إلى وعيه ألم نقل بأن المريض إذا كان به سحر قوي جدا كما بيّن ابن القيم رحمة الله عليه فالسحر القوي هو سحر المشرك ثم يأتي بعد ذلك السحر اليهودي ثم بعد ذلك يأتي السحر النصراني ثم بعد ذلك يأتي السحر فسقة المسلمين فلو يكون بالمسحور السحر مشرك والسحر القوي ويكون سحر مثل سحره فرعون في ذلك الزمان قبل ان يتوبوا رحمهم الله ورضي الله عنهم قبل ان يتوبوا سحرهم قوي وقال فرعون اتوني بكل ساحر عليم فجاء السحره اصحاب العلم في السحر بماذا جاءوا وجاءوا بسحر عظيم وهذا السحر قوي اثر في نبي الله أثر في موسى عليه الصلاة والسلام فهذا السحر لو يكون بهذا الإنسان الذي تقرأ عليه القرآن يكون سهل الدخول والخروج والتحكم واللعب والعربة للشيطان في هذا الإنسان لماذا؟ ليس لأن الشيطان قوي الشيطان ليس قوي يرقت الخرافة والدجل اتقوا الله خافوا الله سبحانه وتعالى نحن لما نقول أن الشيطان ليس قوي ليس قوي مع القرآن وليس قوي مع الأذكار وليس قوي مع الآذان وليس قوي مع البقرة وليس قوي مع كلام رب العالمين ليس قوي مع الدعاء ونحن في جلسة رقية ويقول لك رق الخرافة والدجل شيطان قوي شيطان يسب شيطان يعبد شيطان يطلب ويقول لي اقرا ما شئت من القران ولا يتحرك ساكنا شيطان يهدد ويقول لي اقتل المريضه اي شيطان كان يهدد بهذه التهديدات اي شيطان كان يهدد ويحاول ان يدخل الرعب والهلع والخوف في قلب الراقي فالراقي اذا كان قوي الراقي اذا كان قوي بماذا يكون قوي؟ ليس بعضلاته وليس بعقله وليس ببطنه وليس بجسده يكون قوي بايمانه بعقيدته باخلاصه بانقياده بمتابعته للكتاب والسنه على فهم الصحابه بتوجيهات العلماء هكذا يكون الراقي قوي فاذا جاء الشيطان ووجد راقي قوي ماذا يكون الشيطان الشيطان في حد ذاته ضعيف وهذا ما من قاله؟ لست انا قاله النبي صلى الله عليه واله وسلم وقاله الصحابه وقاله العلماء يسعق بالاذان يا مسكين فانظر الى نفسك هل ايمانك قوي يا راقي ام لا؟ يا راقي يا كذاب يا مخرف يا دجال هل ايمانك وعقيدتك واخلاصك لما تؤذن على الشيطان الجني تكون قوي أم لا؟ انظر إلى إيمانك، انظر إلى اعتقادك وإخلاصك في مواجهة هذا الشيطان اللعين. فالشيطان ضعيف، القوي هو السحر وليس الشيطان. كما قال تعالى: "إن كيد الشيطان كان ضعيفا" وأكرر دائما عليكم حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لما كان أحد الصحابة رديفا له على دابة فعثرت الدابة فقال الصحابي تعس الشيطان ماذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له لا تسبه فيكبر فيصبح مثل الدار واستعذ بالله منه فيصغر فيصبح مثل الذباب فالاستعاذة تجعل الشيطان ذبابا الآذان يجعل الشيطان ذباب البسملة تجعل الشيطان ذباب فانظر انت كيف تذكر وكيف تقرا واين اخلاصك وعبادتك واعتقادك وايمانك فالقوه ليست بالعضلات و وب... بهذه الامور فالشيطان ضعيف ولكن القوي الذي جاء في القران الكريم في القران الكريم قال النبي قال تعالى ان كيد الشيطان كان ضعيف الشيطان ضعيف والنبي صلى الله عليه وسلم قال ضعيف يسخر وقال في القران الكريم قل اعوذ برب الفلق من شر ما من شر ذا وغم من شر بالعقد قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس من؟ الخناس ارجعوا الى شرح كلمه الخناس هو الذي يختفي هو الذي يخنس ويختفي يعني يصغر ويتوارى عن الانظار فبالاستعاذة فقط والبسملة يصبح الشيطان اللعين لا يسوي شيء بقراءة آية الكرسي لا تجعله يدخل إلى البيت ويقترب من البيت سبحان الله العلي العظيم الأذان يجعله يسعق ويطرد إذا نادى المنادي إلى الصلاة أدبر الشيطان وله ضراط وله ضراط يرجع إلى شرح كلمة ضراط الخصاص لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فرقات الخرافة يدخلون الرعب في المرضى لكي يمسكونهم ويجعلونهم يبقون معهم يرونهم هم الخلاص هم النجاة هم الحياة هم الحل هم الذين يحاربون الشيطان وهم أصلا والله وبالله وتالله يساعدون في الشيطان ويعينون في الشيطان للتحكم والتمكن والسيطره والتسلط اكثر واكثر على المريض المسكين الذي ذهب اليهم يطلب العلاج قلت السحر هو القوي هكذا جاء في القران الكريم ماذا قال ماذا قال تعالى وجاءوا بسحر عظيم هذا السحر قوي اثر في موسى عليه الصلاه والسلام كليم الله سحر عظيم اثر في رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وما ادراك ما رسول الله الطرف في الفقيهه العابده الزاهده امنا عائشه رضي الله عنها وارضاها فاصابها بالمرض فاصبحت طريحه الفراش بسبب الخادمه التي فعلت لها السحر فالسحر هو القوي وليس الشيطان لا تقو الشيطان ولا تعين الشيطان على المرضى المساكين بالعكس قولوا لهم شيطانكم ضعيف دليل حقير مخذول مهزوم سبحان الله العلي العظيم ذاك الحديث الذي التقى فيه شيطان المؤمن مع شيطان الكافر شيطان الكافر رآه شيطان المؤمن سمين مرتاح البال قال له انا اينما ذهبت اكلت وشربت وفعلت 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 لماذا لان الكافر لا يسمي ولا يذكر اما الشيطان المؤمن ماذا قال له قال له اذا اكل سمى واذا شرب سمى واذا جمع سمى واذا لبس سمى فانا معه في تعب ونصب وعناء كبير او كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ذكرته بالمعنى فالشيطان مع الذكر وقراءه القران لا يسوي شيء والله وبالله وتالله لا يساوي شيء لكن رقاه الخرافه والدجل يعظمون من شانه يجعلونه كالجبل كالوتد يجعلونه عظيما قوي امبراطور ابليس امير ملك كذا كذا يدخلون الرعب في المريض ويدخلون الرعب في قلب اهل المريض وفي المتابعين وفي الذين يسمعونهم والذين يريدون العلاج لكي تكبر الفاتوره ولكي تكثر الدنانير والريالات والدراهم والهدايا و و امور يعلم بها الله سبحانه وتعالى فانا اقول لكم الشيطان ضعيف والسحر هو القوي واقوى منهم ماذا القران الكريم لو انزلنا هذا القران على جبل لرايته خاشعا متصدعا من خشيه الله الاقوى منهم الذكر الاقوى منهم الدعاء بشرط الاخلاص والانقياد والمتابعه والخشوع والتذكر والتدبر باذن الله سبحانه وتعالى ولو جاءك ابليس في حد ذاته هناك حديث اسمعوا جيدا بارك الله فيكم وحفظكم ورعاكم انشروا هذه الدروس لكي تصل الى المرضى المساكين المرضى الذين غرر بهم يا اتباع يا اتباع الذين يتابعون دروسي وقناتي اذا كانت هذه الدروس صحيحه وترونها على صواب اتقوا الله وخافوا الله سبحانه وتعالى انشروها في صفحاتكم انشروها في المجموعات انا لا اريد انا لا اشارك في اليوتيوب لا اريد منع لا اعرف هذه الامور التي ياخذونها من اليوتيوب لا اريد شيء اريد ان يصل الخير ويصل العلم الصحيح ويصل النفع للمرضى المساكين في العالم الذين يتساقطون على رقاة الخرافه والدجل كما يتساقط الفراش على النار اكلوا اموالهم وعقولهم وضيعوا لهم دينهم وايمانهم ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم فالمؤمن قوي بايمانه الشيطان ضعيف لا يساوي شيء حقير ذليل فلما الراقي يبدا يقول بان هذا شيطان قوي متين متحكم بسبب العشق يكذبون والله العظيم يكذبون لقطه الخرافه والدجل يا جماعه يا جماعه اسمعوا جيدا بارك الله فيكم عندنا حديث للنبي صلى الله عليه واله وسلم ان الشيطان يضع عرشه على الماء ويبعث سراياه يبعث الشياطين كل يوم كل يوم يبعثهم صباحا ويرجعون اليه مساء فياتي الشيطان يقول ما تركت فلان حتى زنا ما تركت فلان حتى شرب الخمر ما تركت فلان حتى قتل ما ترك فلا يقربه من مجلسه الا شيطان واحد يقول له ما تركت فلان حتى فرقت بينه وبين زوجه ماذا يفعل الشيطان يعني الابليس ماذا يفعل قال يقرب الحديث يقرب هذا يقول له نعمه انت نعمه انت نعمه انت ثم يلتزمه يعني يعانقه يقربه من مجلسه يصبح ذراعه الايمن هذا ابليس الذي جاء الذي جاء هذا الشيطان من جماعه ابليس الذي جاء وبحث عن ذلك الرجل لكي يفرق بينه وبين زوجه يعني دخل الى بيته ان كان البيت لم يقرا فيه سوره البقره فاذا قرا فيه سوره البقره باخلاص مستحيل ان يدخل اي شيطان إن كان كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يقربها الشيطان فغالب البيوت لا يقرا فيها سوره البقره يعني هذا الشيطان الذي يقربه ابليس يدخل الى بيوت المسلمين هل هذا الشيطان الذي جاء من عند ابليس وغيره من الشياطين لا يعشقون النساء الموجودون في البيت لا يعشق امراه هل استطاع ان يدخل فيها يعني هل استطاع أن يدخل فيها؟ لم يستطع أن يفعل شيئا لا يستطيع أن يدخل في المرأة ولا يستطيع حتى في ذلك الرجل الذي فرق بينه وبين زوجه لم يستطع أن يدخل فيه جاءوا عن طريق الوسوسة في من يدخل إذن وعلى من يتسلط ومن يسرع الذي به السحر الذي به السحر الذي به السحر الذي به, به السحر فالشياطين الآن تجول وتصول كما قال ابن القيم رحمة الله عليه لو رفع الحجاب ما وجدت مكان إلا وفيه الشيطان والعياذ بالله فلو كان الشيطان يتسلط ويضرب ويسعق ويدخل في الإغماء والصرع والجنون بدون سحر لا أصبح جميع الإنس الموجودين على الكرة الأرضية مصروعون وصرعى ومصابون بالصرع والجنون نقطة ضعف الانسان هذه ركزوا عليها بارك الله فيكم. يا مرضى يا اتباع نقطة الخرافة والدجال ركزوا على هذه النقطة. الشيطان ما تسلط عليكم الا بوجود السحر. دخوله سهل يقول لك دخل الشيطان عشقا فتسلط عليها للعشق وتمسك فيها بالقوة ولم يتركها وقال أقتلها وأنتقم منها. الدخول عادي. الدخول يدخل عادي. عشقا والله بغير عشق الدخول عادي يدخل حتى في أكبر العلماء بل يدخل حتى في الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم نسيتم حديث النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تذأب أحدكم فليضع يده على فمه صحيح مسلم فإن الشيطان يدخل أي إنسان على وجه الأرض إذا تثأب ولم يضع يده على فمه يدخل الشيطان هل إذا دخل الشيطان يسرع الناس كلهم يتثاءبون اليوم ولا يضعون ايديهم على افواههم هل رايت انت بجوارك انسان لما تثاءب ولم يضع يده على فمه سرع ووقع له الاغماء وتخبط ودخل في الجنون وفي السرع وبدا يتكلم الشيطان على لسانه يدخل عادي يدخل كالريح ويخرج كالريح بل حتى الذي تثاءب لا يشعر بذلك الشيطان لو تدخل في فمه الذبابه ذبابة أو ناموسة أو بعوضة أو أي حشرة طائرة يحس بها ولا يحس بالشيطان الحقير بأنه دخل لماذا؟ لأنه لا يستطيع أن يتحكم أو يتسلط أو يتسيطر عليه ما دام عدم وجود السحر يكذبون عليكم لقاة الخرافة والدجل يكذبون عليكم رقات الخرافة والدجل لماذا يكذبون؟ لأنهم لا يعرفون طرق علاج السحر لا يعالجون السحر يركزون على الشيطان فقط يحاورونه يفعلون معه مسرحيات وتمثيليات من اجل تسجيل فيديو فيظهر في ذلك الفيديو في اليوتيوب له مشاركات ومتابعات ويأخذ نقود واموال من عند شركه اليوتيوب وهذا الذي يبحث عنه ومن اجل ان يشتهر بين الناس ويشار اليه بالظهور والبنان كما نرى الان رقاة الخرافه والدجل يتابعهم الملايين والملايين من الناس وهم جهلة في باب الرقية هم أصلا مصابون بالسحر ومس لا يعرفون أن يعالجوا أنفسهم لا يعرفون إزالة السحر الذي بهم لا يعرفون طرد الشياطين المتسلط عليهم كيف يعالجون غيرهم كلامي هذا أريد أن أبين لكم وأقول لكم بأن نقطة ضعف الإنسان السحر يقول رق الخرافة والدجل قرات عليه القران وقرات 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 عليه ايه معينه والنا له الحديد والنا له الحديد قرا البقره وال عمران وقرا الستين فلم يتاثر ذلك الشيطان اللعين ولكن لما قرا عليها والنا الحديد تاثر فبدا يكرر في هذه الايه لمده ايام واسابيع وشهر وشهور وسنه وسنتين يعني وجد له القفل ووجد له الحل وجد له المفتاح النبي عليه الصلاة والسلام قال الأذان يسعقه ويطرده فيدبر النبي عليه الصلاة والسلام كان يتعوذ من الجان ومن كل عين لامة فلما نزلت المعوذتان أخذ بهما وترك ما سواهما فأصبح يتعوذ بالمعوذتان والمعوذتين تقرا بعد كل دبر صلاه فهي تحفظ صاحبها من صلاه الى صلاة كما قال ابن القيم وكما جاء في الحديث وآية الكرسي لا يقف امامها ابليس اللعين في حد ذاته ولا اي شيطان فلما تجد الراقي المخرف الدجال يقرا آية الكرسي ويكررها فلا يتاثر الشيطان كما يزعم ويقول العيب ليس في القران حاشا القران وبالخصوص آية الكرسي أعظم آية في القرآن الكريم. تمزق الشيطان، تسعقه. تجعله ذليل حقير. لكن الخلل والمرض في الراقي في المعالج الذي يقرأ. لأنه أصلا اعتقاده ناقص ضعيف. بل لا يرى أصلا القرآن الكريم يؤثر. الذي يراه بانه يؤثر لما ينادي ذلك الشيطان يا تعبان يا تعبان يا تعبان يا تعبان حية سوداء حية بيضاء حية سوداء حية زرقاء حية كذا حية كذا الاخر اسد كبير مغربي راقي مغربي اسد كبير اسد كبير اسد كبير يعني يوجد اسد صغير لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم الله المستعان تعبنا والله وبالله والله تعبنا, تعبنا 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 ليس من رقة الخرابة لأنني أراهم مهرجون ولكن تعبنا من المرضى المساكين الذين يذهبون إلى الطريق المعوج يذهبون إلى السبل يذهبون إلى المكان الغير صحيح في العلاج يذهبون إلى أناس يتعاملون لصالح الشيطان ويعملون لصالح الشيطان ويساعدون الشيطان في التسلط والتحكم فيهم اكثر واكثر يقول بانني قرات وقرات 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 حتى اخرجت الشيطان خرج ما هو دليلك بانه خرج لماذا لا نقول بانه اختفى لماذا نقول بانه خنس لماذا نقول بانه ما زال في الجسد ولا نعرف اينه فانتم جعلتم له مناطق جعلتم له منطقه في المعده ومنطقه في العورات ومنطقه في الكولون والمنطقه في الراس يصعد وينزل ويهبط وكانه الطابق العاشر او الطابق العشرون او ناطحه السحاب يصعد وينزل وينزل ويصعد ويهبط وينزل لا اعرف كيف ترونه ينزل ويصعد والله اعلم لا اعرف علم خاص علم لا نعرفه تعرفونه انتم فقط لماذا لا نقول بأن الشيطان اختفى الشيطان ابتعد إلى مكان معين الشيطان ذهب إلى الساحر الشيطان موجود في الجسد الشيطان خنس في الجسد الشيطان بجوارك يا مسكين الشيطان خرج من المرض ودخل فيك أنت يا راق الخرافة هل عندك دليل بأن الشيطان خرج وذهب ولم يرجع قلت يقول قرأت وقرأت وقرأت فخرج وبعدما بعد ماذا؟ بعد سنوات وسنوات وسنوات ماذا حدث؟ بعدما تزوجت المرأة بعدما جاء أنجبت أولاد بعدما جاء الشيطان وطلقها أي رقية هذه؟ أي رقية هذه إذا جاء الراقي ورقى امرأة أو رقى رجلا وعالج رجلا وأخرج منه الشيطان الجني اللعين ثم بعد سنة أو سنتين رجع إليه الشيطان اللعين دون أن يصاب بسحر آخر هذا الدليل علي ماذا دليل علي أن هؤلاء الرقاة لا يعرفون كيف يعالجون السحر كيف يزيلون السحر بإذن الله سبحانه وتعالى لا يعرفون طرق علاج السحر وهو الأساس في العلاج فالمريض عندما يأتي إلي الراقي يركز له علي الشيء الذي جعل الشيطان يدخل ويتسلط ويتحكم ما هو السحر فإذا أزيل السحر أزيل التسلط والتحكم الشيطان اللعين وأعطيتكم مثال وكررته عليكم مرات ومرات مثل القمامة والكلاب فإذا كانت عندنا قمامة بجوار البيت ونسمع نباحا كثيرا للكلاب فالحل ليس هو طرد الكلاب ليس قتل الكلاب نقتل كلب يأتي كلب نطرد الكلب يرجع الحل هو إزالة القمامة تنظيف المكان إزالته تماما ووضع الرو... الرو... ووضع الرو... السوائل ذات الرائحة الطيبة التي تزيل العفن وتزيل النجاسة والقذارة فيذهب الكلب بدون رجعة أيضا التعامل مع الشيطان الجني اذا ازلنا السحر لا يرجع ابدا باذن الله سبحانه وتعالى الا في حاله ماذا الا في حاله سحر اخر اذا فعل سحر لشخص فعل له السحر والسحر قد يكون بجواره قد يكون معه في بيته قد يكون يترقبه يترصده يعرف حركاته يعرف ذهابه ومجيئه يعرف بانه يعالج وقد انهى العلاج وتوقف عن علاج وقد شفي وبجواره يستطيع ان يفعل له سحر اخر هذا امر اخر اما انه اذا ازيل السحر تماما وعالج المريض فلا يرجع الشيطان الجن ابدا باذن الله سبحانه وتعالى فيقول راق الخرافه اننا قرانا وقرانا وقرانا فخرج الشيطان الجني وبعد سنوات رجع الشيطان الجني ثم ذهبت إليه فلما ذهبت إليه تعجب الشيطان ودخله الرعب دخله الرعب من من؟ من راقي خرافة الرعب يدخل للشيطان وفي قلب الشيطان من القرآن وليس من الراقي يدخل من الآذان ويدخل من الإخلاص يدخل من الإذعان والإنقياد يدخل من العقيدة الصحيحة يدخل من الرقية النبوية الصحيحة يدخل من رقية جبريل عليه الصلاة والسلام الرعب في قلب الشيطان اللعين ولكن للأسف المرضى مرضى المرضى مرضى يتابعون الشهرة مثل المغنين واللاعبين يتابعهم بالملايين للأسف الشديد لكن العلماء يتابعهم خمسة ستة عشرة عشرون وهذه سنه الله في خلقه الاكثريه دائما هكذا للاسف الشديد فانا اوجه كلامي للمرضى فلا تتبعوا رقاه الكذب والبهتان والتخريف والتحريف فيقولون لكم بان الشيطان تسلط بسبب العشق دون سحر هذا كذب ولعب وجهل باحكام الرقيه الشرعيه وبالطريقه النبويه الشيطان تسلط بسبب تحكم بسبب وجود السحر فإذا خرج الله أعلم نقول نحن ذهب ابتعد ترك تركك نقول تركك فنقول الشيطان إذا تركك وابتعد عنك ولا يزال بك السحر تأكد بأنه يرجع إليك يوما ما متى؟ عندما تضعف عندما تفرح فرحا شديدا او تحزن حزنا شديدا يكون معك او اصلا لم يذهب بل اختفى وخنس الخبيث اللعين فيظهر متى عندما تحدث لك نقطه ضعف اخرى حزن كابه قلق غضب توتر هذه مصائب الشيطان ومكائده وشباكه هذه المصائد والمكائد والشباك يحاول ان يدخلك فيها الشيطان ويحدثها لك الشيطان مع الناس ومع نفسك لكي تنفعل ولكي تتفاعل معها حتى يستطيع ان يصرعك ويستطيع ان يتحكم فيك لكن لا تنسوا النقطه الاساسيه والنقطه الرئيسيه والباب المفتوح هو السحر 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 فالناس كلهم يغضبون كل الناس يغضبون هل كل من غضب سرع واصبح يتكلم الشيطان الجن على لسانه يغضب انسان يغضب جعفر ويغضب سعد ويغضب علي ويغضب آآ آآ سليمان ويغضب لكن من من هؤلاء من 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 هؤلاء الذي يسقط ويسرع ويتكلم الشيطان على لسانه الذي به السحر فالسحر هو المصيبة وهو الكارثة لذلك ركز النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني التحصن بقوة من السحر وركز عن علاج السحر من تصبح بسبع تمرات من تمر العجوة لا يمسه السم ولا السحر وجعل السم قرين السحر لماذا؟ لأن السم يقتل في الحين والسحر يقتل بعد حين من قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو العليم لا يمسه سم ولا سحر ما جئتم به السحر ان الله سيبطله قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد وبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف نعالج السحر كما بين ابن القيم في زاد المعاد وفصل في ذلك لكن هؤلاء الرقاة رقاة الخرافة والدجل يتكبرون عن العلماء ولا يرجعون الى العلماء في رقيتهم لذلك رقيتهم ليست مباركة ولذلك نصحت كم من مرة وكم في وكم من في درس قلت الذين عالجوا عند رقاة الخرافة مثل حامل المسك والغريب الموصلي وهذا ابن حليمه الذي يخطف الجن هو في روحه مصاب بالجن مخطوف عقله مخطوف ويخطف الجن يخطف الجن و صاحب الخرافة والدجل ترغلمات غلمات الذي يذبح الجن لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تجد أتباعهم بالملايين راقي يذبح الجن وراقي يخطف الجن وراقي طاير مع الجن وراقي يكذب على الجن وراقي يستعين بالجن وراقي يحاول الجن وراقي يستخدم بالجن، وراقي يستخدم الجن، وراقي ما هذا الحبث؟ يا مرضى خافوا ربي يا مرضى اتقوا الله يا مرضى خافوا ربي يا مرضى اتقوا الله، ارجعوا إلى القرآن والله وبالله وتالله لا شفاء لكم إلا في القرآن الكريم. من لم يشفه القرآن فلا شفاه الله ومن لم يكفه القرآن فلا كفاه الله. الشفاء في القرآن والأذكار والأدعية. هذه قالها النبي صلى الله عليه وسلم وقالها الصحابه وقالها الائمه وقالها التابعين وتابع التابعين وقالها علماء السلف وقالها علماء المعاصرون ما عدا الرقاة المخرفون رقاة الخرافه والدجل لم يقولوا بهذا القول لماذا؟ خالف تعرف جاءوا بما لم ياتي به الاوائل من باب الاجتهاد والبدع والضلالات والخزعبلات ليأكلون أموال الناس بينهم بالباطل فأرجع وأقول الذين عالجوا عند هؤلاء الرقاة علي الكردستاني وبن حليمة وأشرف الحياني وأحمد نافع وعبد العالي بن الحبيب و المسك والغريب الموصلي وربيع نعيم و و والكثير و والكثير أقول لكم راجعوا أنفسكم واذهبوا فعالجوا لأنكم لازلتم مرضى لا زال الشيطان معكم لا زال الشيطان يتربص بكم الدوائر لا زال الشيطان يترقبكم الى نقطة ضعف فينتقل بكم من الصرع ومن التخبط ومن الكلام على ألسنتكم ومن الإغماء إلى أين؟ إلى أين؟ إلى سحر الجنون الذي يراد به القتل يصبح الشيطان لما يجد بأنه لم ينجح معكم ولم يستفد منكم فهناك امرأة أراد منها أن تصبح ساحرة أو كائنة فلم يستفد منها شيء بسبب الرقية بسبب قراءة القرآن والصلاة والأذكار لكنها لم تزيل السحر امرأة أخرى أراد أن يمتلكها وتصبح جارية خادمة له تصبح ملكه تصبح زوجه وعشيقه له فلم يستفد معها شيء امراه اخرى ارادها ان تعمل مع الساحر فلم يستطع ان يتحكم ويتملكها هذا يجد معها الياس والقنوط ولم يجد معها اي نتيجه ينتقل من مرحله الترغيب والتهديد الى مرحله القتل والانتقام فيقول هذه نقتلها وانتهى الامر ووقع الكثير والكثير في هذه الحالات لذلك نحذركم صباحا مساء ليلا النهار نعرفهم بأسمائهم كانوا في بداية الرقية في أمر وبعدما لم يعالجوا ولم يتابعوا ولم يرقوا وصلوا إلى درجة الانتحار والقتل وتوفوا رحمهم الله رجالا ونساء ونعرفهم بأسمائهم فاحذروا من رقاة الخرافة والدجل يضيعونكم العلاج الحقيقي هو إزالة السحر أنا عندي ما يقارب ثلاثون سنة وأنا أعالج ثلاثون سنة بفضل الله وحمده بفضل الله نشكره ونحمده ليلا نهار صباحا مساء والفضل أولا وآخرا يرجع لله سبحانه وتعالى عندي ثلاثون سنة وأنا أرقي وأعالج لكي أصل إلى هذه النتيجة هو التركيز على ازاله السحر فاذا ازيل السحر ازيل التحكم والتسلط الشيطان اللعين اما هذا الحوار وهذه المسرحيات وهذه التمثيليات وهذا التصوير وهذه الافلام الهوليوديه وهذه, وهذه 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 يلعبون بكم يسرقون اموالكم يلعبون بعقيدتكم يبعدونكم عن الدين وعن السنه المطهره وعن الرقيه الشرعيه وعن العلماء يبعدونكم عن رقيه جبريل عليه الصلاه والسلام لو يكون هناك قلب خالص مذعن منقاد مطيع لله سبحانه وتعالى والله وبالله وتالله يقرا رقيه جبريل رقيه الوحي جبريل وما ادراك ما جبريل عليه الصلاه والسلام يقراها على اي شيطان لا يبقى فيه شيء لكن للاسف الشديد هؤلاء لا يريدون ان يقراوا على المرضى ويرقوا المرضى بما جاء به جبريل وبما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم يريدون أن يرقوا المرضى بما جاءت عن طريق الاجتهادات العفنة النتنة عن طريق الأهواء المضلة وعن طريق ما جاء عن طريق السحرة والكهنة والمنجمين والعرافين وقد حذر منهم العلماء حذر منهم العلماء شيخ الألباني وابن باز واللجنة الدائمة وابن تيمية اذهبوا وارجعوا وانظروا كيف حذروا من الكهان وأعطوا علامات الكهان وطرق, وطرق الكهان فهذه نصيحتي لكم بارك الله فيكم، هذه نصيحتي لكم بارك الله فيكم، وأنصح أتباعي والذين يشاركونني ويتابعونني في الدروس أن ينشروا هذه الدروس، ينشروا الخير لكي يصل إلى المرضى المغرر بهم المساكين الموجودون هنا وهناك 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 في الدول وفي البلدان وفي المعمورة وفي الكرة الأرضية، لأن الكرة الأرضية أصبح فيها رقط الخرف والدجل كالذباب كالذباب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله وسلم على نبينا الكريم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته